الاهلي والترجي النهائي الافريقي المكرر اخر كام سنه. سالتك المره اللي فاتت استاذ تامر تحب او تتوقع مين؟ قلت لي بتوقع سان داونز لكن بتمنى الترجي. صح. للدرجه دي الفوز مضمون على الترجي؟ لا خالص، ما فيش حاجه اسمها كوره في كره القدم مضمون ل 700 سبب. لكن انا قلت لك اتمنى الترجي لسبب اساسي ومش عيب الاعتراف بالحقيقه، انا ما بعرفش العب سان داونز، مش عيب. الله عليك. اه طبعا انا بعرف. خليني بقى اقول لك حته اكمل. طيب حته صغيره، ما انت هتكملي في نفس النقطه. ليه يا استاذ تامر شمال افريقيا الفرق بيعرفوا يلعبوا سان داونز ويفوزوا عليها، واشمعنى احنا زمالك بيراميدز اهلي الاهلي كمان بجلاله قدره؟ حكمه ربنا. تفتكر خايفين؟ لا لا. من مشروع التطور اللي فيه سان داونز؟ هو مين دول؟ بمعنى ان سان داونز بيتسو موسيماني، مش بيتسو موسيماني جه من بعد واحد، جه من بعدهم ميكوينا، وحاليا تحس ان هما دايما بيطوروا نفسهم وشغالين على نفسهم. ايوه ماشي. ايه علاقه نفسيا كعبهم بقى عالي على الفرق المصريه؟ يا ستي انا بقول لك في في مدارس في الكوره، احنا مدرستنا مش ماشيه مع مدرسه سان داونز. انا بقول لك بمنتهى الامانه اهو، احنا انا بكلمك هنا كاهلي، ماليش دعوه ببقيه الفرق ولا بقيه انا بكلمك كاهلي، احنا بنلاقي معاناه وصعوبه شديده في اللعب مع سان داونز. اللي عايز بقى يقول لا او ازاي تقول كده، طب انتوا عارفين ان انا اهلاوي حتى النخاع، بس احنا اي اهلاوي لو دخل على سان داونز ويقول لي ان هو مش خايف احط عيني في عينه كده وابقى يعني بهزر معاه. بنبقى خايفين جدا ومرعوبين جدا، خصوصا من الماتش المنايل اللي بنلعبه الساعه 3 الظهر هناك ده اللي عمره ما اتنصفنا فيه. فبالتالي احنا ما بنوجدش قدام نادي الزمالك، خليها كده، ما بنوجدش قدام نادي سان داونز. فلا اتمنى اللعب معاه خصوصا في مباراه نهائيه حاسمه مصيريه زي دي تحسم اللقب. واحنا بنعرف نلعب مع الترجي كويس. الاهلي مش هقول لك كعبه عالي، ما فيش في الكعب في الكوره. تمام. بس نفسيا عالي على الترجي. تمام. لان في المواجهات الاخيره مش هقول لك كلها بس معظمها كانت تصب في مصلحه الاهلي، حتى في الماتشات اللي بتتلعب في رادس. لدرجه ان جمهور الاهلي بقى بيحب رادس. ده ملعب رادس، برافو عليك. فالجزء النفسي مهم. لما لعيبه الاهلي يروحوا ماتش الذهاب في رادس وهم عارفين ان الملعب ده وشه حلو عليهم وان هم ابدعوا فيه في الماتشات اللي فاتت، سواء ماتش بتاع حسام البدري 2-2 او الماتش الاخراني بتاع 1-0 هناك الجون بتاع اليو ديانج. فاحنا حلوين في الملعب ده والملعب ده وشه علينا حلو وبنعم، فهتلاقي نفسيا اللعيبه نازله عاليه، غير لما تكون رحله الملعب سان داونز ده نفسيا هتلاقيهم مهزومين قبل ما ينزلوا لك الملعب ده اللي شلنا فيه خمسه واللي ما بنكسبش فيه واللي بنعرف بنعرق فيه وتعب وحر رطوبه فوق الجبل والساعه 3. خدت بالك من الفكره؟ فمهم ان انت تبقي مرتاحه نفسيا وانت بتلعب. لكن ده معناه ان الماتش مضمون؟ مستحيل، خصوصا انه دي كوره والترجي زي ما احنا عندنا حلمنا لللقب هو عنده كمان الحلم لللقب. النقطة الأهم أن ترجي هذا العام مختلف تماما عن ترجي العوام السابقة. ده سؤالي بقى، نسخة مختلفة تماما، سواء في الإدارة الفنية. أيوة. الإدارة الفنية أو في قماشة اللعيبة مختلفة تماما. وأتمنى أن كولر واللعيبة ينتبهوا، مش هيلعبوا نفس الترجي اللي لعبوه السنة اللي فاتت واللي قبلها، كان ترجي بلا طعم ولا لون. الترجي السنة دي نسخة قوية ولعيبة قماشتها متناغمة ومنسجمة وإدارة فنية عارفة توظف اللاعبين كويس. فلازم الانتباه. نبدأ بأمان الله مميش بجانب اسمه اللي يخوف خصمه أصلا، فهو بصراحة له تحركات تحت الثلاث خشبات حلوين قوي. تصويبات. ده حادث مرمى نادي الترجي، الحادث الشاب يعني. تصويبات بقى أرضي عالي تحس إنه مش ده اللي يخوف يا ولا، بس أنا بكلمك على إنه مستوى الترجي، مستوى الترجي قوي هذا العام. قبل كده لما كنا بنلعبه سنتين ثلاثة اللي فاتوا أنا كنت بقول لك كنت بطمن جدا، لان الترجي كان فقد كل لاعبيه ونجومه اللي سافروا وسابوه، الاداره الفنيه كانت غير مستقره وكل شهرين ثلاثه بيجيبوا مدرب، ما كانش فيه دعم كويس بالصفقات، فكان الترجي مستواه الفني مهزوز. لكن مش شايفه هو قد يكون العقبه قدام الاهلي في تحقيق ان شاء الله؟ لا، الاهلي ان شاء الله انا في رايي انه يعني باذن الله باذن الله هيحقق اللقب ال 12، بس بقول يجب اخذ كل الحسابات والاحتياط، لان ترجي هذا العام ترجي مختلف، ترجي شرس، ترجي قوي، لن يفرط في اللقب بسهولة. نروح للزمالك بسرعة اللي عامل أحلى ماتش هناك. أنا زعلان، عامل أحلى ماتش هناك قدام دريمز الغاني. انتهى الوقت خلص؟ يعني الوقت خلص؟ لا لا مش هناخد، احتم دلوقتي.
يعني وهنا الزمالك على ارض وسط جمهوره والمفروض كل حاجه معاه، لا معلش مش هخلصها دلوقتي، يروح هناك على ارض يعني الخصم اللي اضعف منه واللي لسه حديث العهد 2009 ووسط جمهوره ولعب واداء واهداف. انت تفسر ايه طيب يعني نتيجه المباراتين؟ لا ما دي من عجيب الزمالك. اه والله انا دايما بقول ان الزمالك نادي يعني بيحب العجايب، يعمل عجايب مع جمهوره ويحب يخلي جمهوره يصاب بالضغط والامراض كلها. ماتش هنا ماتش ولا اسهل، تعمل حفله، تعمل حفله بالمعنى البلدي، تعمل حفله وسيمفونيه ومدرسه هندسه وكوره واجواء، تعمل كل حاجه. ماتش باهت ماسخ، الزمالك ما حسش بخطوره الموقف الا ابتداء من الدقيقه 85 او 90 هنا في استاد القاهره، وضيع كور وبتاع. فالتوفيق عرضه، لانه ما ينفعش تستهون كده فوق في الدقيقه 90 وعايز تجيب جونين وثلاثه. فالتوفيق عارض ووقف قدام الزمالك في هذه المباراه. لما الزمالك حس بالخطوره وحس ان مشوار الكونفدراليه اللي بقاله شهور طويله وحلم الجماهير هيضيع، نزل من الدقيقه اولى هناك في غانا وهو بيلعب زمالك. فطبعا فرقه المدارس بتاعه دريمز دي ما وقفتش قدامهم ثانيه، وكانش ينفع تقف قدامهم اساسا في ماتش الذهاب، بس بسبب التراخي والاستهتار والتعاون الماتش عدى. اول ما اللعيبه وهي مسافره من هنا قالت لك الماتش اللي جاي ده حياه او موت، خلاص الموضوع انتهى. انا اول ما شفت شكل اللعيبه في المطار وتصريحاتهم، اصحابي كانوا بيسالوني قلت لهم الزمالك هيكسب وفوز مريح في غانا، قالوا لي بس، قلت لهم هتشوفوا، لانه انت بس اهتم، لو اهتميت الفرقه دي ما ينفعش تقف قدامك، ما ينفعش تقف قدام اساسا ام بي ولا طالع الجيش هنا، فما بالك بالزمالك.